موبيليس شركة تكنولوجي والراعي الذهبي للطابعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية تنبه دائما من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة نحو مناطق أقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهوغار وتسلي، وهذا لغاية ليلة اليوم. بالنسبة ليوم الغد الأمطار ستكون أقل حدة على كل هذه المناطق، لكن يبقى دائما احتمال لتساقط حبات البرد. بالنسبة للمناطق الشمالية، الأجواء يوم الغد ستكون صيفية مشمسة وحارة، أيضا تشكل خلايا رعدية خلال الظهيرة بالنسبة للهضاب الغربية، وأجواء مشمسة تماما من شمال الصحراء لغاية وسط الصحراء، لكن مع نشاط الكثير من الزوابع الرملية يجب أخذ الحيطة والحذر. الرؤية ستكون ضعيفة بأقصى الجنوب الغربي بوسط الصحراء والجنوب الشرقي. الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد ستكون مرتفعة بغليزان معسكر وشلف في 30 درجة، ما بين 19 إلى 20 درجة بسواحل، 22 درجة ببتنا بقسنطينة والجلفة، أما جنوبا 23 درجة بثمان راس، ترتفع إلى 26 درجة بإليزي، 28 إلى 29 درجة بشمال الصحراء إلى غاية وسط الصحراء وأقصى الجنوب، بينما 30 درجة كعلى مقياس ستسجل بأضرار. خلال ظهيرة الغد تبقى أجواء حارة تميز الجنوب الغربي كذلك وسط الصحراء في حدود 45 درجة، نفس المقياس سيسجل شمالا بكل من غليزان معسكر وشلف، 36 درجة بالعاصمة بتلمسان، نفس المقياس تقريبا بالبيض الجلفة وحتى بقسنطينة، في حدود 40 درجة بتيزي وزو، 32 درجة بالنسبة لسكيكدا عنبة، 34 درجة ببتنا ووهران، أما بتمن راس فالحرارة لن تتعدى 32 درجة، بينما تقارب 42 درجة بإنقزام. البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب، رياح ضعيفة إلى معتدلة تأتينا شرقية شمالية شرقية على سواحل الوسطى والشرقية، تدور إلى غربية جنوبية غربية بسواحل الغربية. جولة خاطفة إلى بعض عواصم جنوب قارة إفريقيا، أمطار مرتقبة بأديس أبيبا مع 24 درجة، نفس الأجواء ببونغي مع 28 درجة، كذلك بأبوجا وأبيجون، أمطار أخرى ستخص مدينة كيب تاون مع 16 درجة فقط، بينما تكون مشمسة على باقي العواصم لتقرب الحرارة 23 درجة بأنتاناريفو وترتفع إلى 30 درجة بكينشاسا. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود 5 صباحا و29 دقيقة، والغروب على 8 مساء و8 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.